السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي، زي ما وعدناكم إن شاء الله قبل كده وقلنا إن إحنا هنبدأ أول حصة ريفيجن للصف الأول والثاني الثانوي بالنسبة للفيزيكس. فالنهاردة هنبدأ نشتغل مع أول جزء من أجزاء المنهج، هنتكلم على الفيزيكال كوانتيتي. الفيزيكال كوانتيتي، وهنا بنقول كلمة الفيزيكال كوانتيتي كل ما هو مضمون في الكون ده يعتبر فيزيكال كوانتيتي. هقسم الفيزيكال كوانتيتي الى نوعين، سكيلر فيزيكال كوانتيتي، والنوع الثاني هنشوفه دلوقتي فيكتور فيزيكال كوانتيتي. هنرجع تاني بقى لكلمه سكيلر فيزيكال كوانتيتي. هنا ايه الفرق بين الفيزيكال سكيلر فيزيكال كوانتيتي سكيلر فيزيكال كوانتيتي، والفرق ما بين الفيكتور او بينها وبين الفيكتور فيزيكال كوانتيتي؟ تمام، لما اجي اتكلم هقول سكيلر، هنا هلاقي ان كلمه سكيلر اتز هاف ا ماجنيتيود اونلي، بس ده اللي يهمني هنا بقى الجزء ده. الجزء سكيلر فيزيكال كوانتيتي اتز هاف ماجنيتيود اونلي، يعني الماجنيتيود ده اهم حاجه. طيب زي ايه الاكزامبل اللي عندي هنا؟ هوت هنتكلم على الديستنس، او ممكن بدل ما نتكلم على الديستنس هنتكلم على اللينس، هنتكلم على الويدث، هنتكلم على السينك. كل دي تعتبر اكزامبل للديستنس او اللينس. تاني حاجه عند الماس، عند التايم، عند التمبريتشر، عند الانرجي، كل دي تعتبر سكيلر فيزيكال كوانتيتي. يعني ايه سكيلر بقى هنا؟ يعني اتز هاف ماجنيتيود اونلي. تاني حاجه عندي لما نيجي نتنقل بعد كده الى الفيكتور، هنا الاحظ ان الفيكتور هنا اتز هاف ماجنيتيود اند دايركشن. يبقى زاد هنا على ايه؟ زاد هنا الدايركشن بالنسبه لايه؟ الفيزيكال كوانتيتي. يبقى السكيلر بتعتمد على الماجنيتيود اونلي، والفيكتور بتعتمد على ماجنيتيود اند دايركشن. يبقى الفرق ما بين الاثنين، ما بين السكيلر والفيكتور، هو ان الفيكتور بتزيد عن السكيلر بالدايركشن. زي ايه بقى هنا الاكزامبل عندي؟ الديسبليسمنت. طب ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان انا عندي هناك ديستانس، ما هي الديستانس قريبه من الديسبليسمنت، بس الفكره ان الديستانس ملهاش دايركشن، اما الديسبليسمنت ليها ايه؟ دايركشن. طب الحاجه الثانيه، لو انا اتكلمت عن الهايت، كلنا عارفين الهايت، لو اتكلمت عن الدبس، يبقى كل الامثله دي بتتكلم على ماجنيتيود اند دايركشن. طب زي ايه ثاني؟ زي الفيلوستي. زي الفيلوستي، والفيلوستي برضه من الفيزيكال كوانتيتي اللي ليها ماجنيتيود ودايركشن، يعني تعتبر من الفيكتور. طب والاكسلريشن، اكسلريشن دي برضه تعتبر من الفيزيكال كوانتيتي اللي هي الفيكتور وليس السكيلر. بعد كده هنا عند الفورس، الفورس تعتبر من الفيزيكال كوانتيتي اللي هي ايه؟ الفيكتور فيزيكال كوانتيتي. لما نيجي نتنقل بعد كده للخطوه اللي بعدها، وهي الميجرنج يونت. واحنا عندنا في سنه ثالثه لازم نكون مركزين على ان الميجرنج يونت هنا هي المتريك سيستم او الانترناشونال سيستم فقط، ولو اي حاجه تانية لازم نحولها الى المتريك سيستم. طب الحاجات دي يعني معنى كده ان الديستانس عندي الميجرنج بتاعتها ايه؟ بتاعت الميتر، اختصارها ام. يبقى المتر ده كل ما هو ديستانس، اللينز، الويدث، الهايت، الديسبليسمنت، السينك، كل ده يعتبر الميجرنج بتاعته ايه؟ المتر، اللي هو الام. طب لو جت اي حاجه غير المتر، لا نحولها للمتر بقى. دي ده بيجي في السؤال في الامتحان او بيجي في البروبلمز عندي، بيديني يونت غير المتر، يا اما اكبر من المتر يا اما اقل من المتر. في كل الاحوال
اي تغيير في اليونت هنا لازم ارجعها للميتا، وهنعرف ازاي نرجعها، وده مهم جدا لان ده سبب اخطاء كتير في طلبه الثانويه العامه. تاني حاجه عندي لما اجي اتكلم على الماس، الماس بالكيلوغرام، الماس بالكيلوغرام. طب لو اداني حاجه غير الكيلوغرام اعمل ايه؟ لازم تحولها للكيلوغرام. طب لو اداني بالطن احولها للكيلوغرام. طب لو اداني بالجرام لازم احولها للكيلوغرام. ازاي نحولها؟ هنعرف دلوقتي التحويلات دي لازم، ولازم ناخد بالنا من التحويلات دي لان هي دي سبب اخطاء طلبه كتيره جدا بتقع فيها طلبه الثانويه العامه في الامتحان او في الدروس العاديه. بعد كده عند التايم، هنا سكند، السكند هنا بتبقى سكند. ماشي يا جماعه؟ كلمه سكند يعني سنه. طب هو مديني كل مره لازم ده احنا بنتفق على ان ديت الانترناشونال سيستم او انترناشونال يونت اللي هي السكند. اي حاجه غير السكند يعني ملي سكند تتغير، مايكرو سكند تتغير، خلاص. لو ادهاني منت لازم نغيرها للسكند. يبقى انا عندي اليونت بتاع التايم لازم يكون بالسكند، لازم يكون بالسكند. ماشي يا جماعه؟ طيب لو احنا بقى ادينا حاجات غير كده، هنشوف دلوقتي ان انا عندي زي الفلوستي والاكسلريشن ليها اليونت عندها مختلفه شويه. عند الفلوستي هنا متر بير سكند اهو، متر بير سكند. طب وعندي الاكسلريشن متر بير سكند باور 2، خلاص. اي تغيير غير اليونت او انترناشونال يونت بالنسبه للفيزيكال كوانتي لازم تحولها الى اليونت اللي هي انترناشونال، خلاص. انا عندي جدول هنا في بعض اليونتات اللي عندي بالنسبه للفيزيكال كوانتي. عندي هنا الاكسلريشن رمزها جي، ده متر بير سكند. طيب المتر بير سكند باور 2 ممكن اغيرها؟ نغيرها، نخليها كده متر بير سكند باور 2، نخليها متر تايمز سكند نيجاتيف 2. دي زي دي. نرجع تاني، لو انا عندي الفورس، الفورس هنا يا اما يونت نيوتن نقولها نيوتن كده، يا اما كيلو جرام متر بير سكند باور 2، نرجعها كده اهو، هتبقى كيلو جرام متر بير سكند باور 2 او كيلو جرام متر تايم السكند نيجاتيف 2. نيجاتيف ايه؟ 2، خلاص. نيجي تاني هنا نشوف، عند هنا الويت، وخلي بالك ان الويت هي نفس الفورس، الويت هي نفس الفورس، يعني اليونت بتاعته يا اما اقول نيوتن يا اما اقول كيلو جرام متر بير سكند باور 2. دي هي دي، نيوتن او كيلو جرام متر بير سكند باور 2. طب نرجع تاني هنا الورك، والورك ده انرجي، الورك هنا انرجي، والانرجي الفورس تايمز الديستانس او الديسبلسمنت، يعني نيوتن تايمز المتر او نيوتن تايمز المتر او كيلو جرام متر باور 2 بير سكند باور 2. نيوتن او كيلو جرام متر باور 2 سكند باور 2، خلاص يا جماعه. نيجي بقى هنا هوت، قلنا الورك زي الانرجي الاثنين واحد، او اليونت بتاعته هنلاقوا بقى جول. بوتنشال انرجي، والبوتنشال انرجي اي انرجي هي نفس اليونت بتاعته، سواء بوتنشال انرجي او كاينتيك انرجي، نفس اليونت بتاعت اللي هي الانرجي العاديه، يا اما اقول جول يا اما اقول نيوتن
متر، يا اما اقول كيلو جرام متر باور 2 بير سكند باور 2. الجي الجرافيتي هنا هي نفس الاكسلريشن اللي فوق، يا اما نقول متر بير سكند او نقول متر بير او تايم سكند باور 2. بص يا جماعه، هنا كمان احنا اتكلمنا دلوقتي على ان اليونت اللي عندي لازم تكون المتريك سيستم او الانترناشنال يونت. يعني ايه؟ يعني كل اللينز او انواع اللينز تبقى بالمتر، والماس بالكيلوغرام، والتايم بالسكند، والفلوستي متر بير سكند، الاكسلريشن متر بير سكند باور 2، وهكذا. طيب لو اداني وحدات اصغر او اكبر بقى، طب ايه هي الوحدات الاصغر؟ طب ايه الاصغر من المتر؟ ايه الاصغر من المتر؟ في عندي سنتيمتر. سنتيمتر، طب لما يديني اللينز بسنتيمتر احوله ازاي للمتر؟ هعمل تايم 10 باور نيجاتيف 2، يبقى كده حولتها لليونت بتاعت اللي هي المتر. يبقى اي سنتيمتر، يعني اي سنتيمتر، كل انواع اللينز، اللينز والديستانس والديسبليسمنت والهايت والويتس والسينك، كل دي ممكن يدهن بالسنتيمتر. لو ادهن بالسنتيمتر اعمل تايم ستين باور نيجاتيف 2 احولها لايه؟ للمتر. طب لو اداني زي الاريا كده سنتيمتر باور 2، سنتيمتر باور 2 اعمل ايه؟ طب ما احنا بقولنا دلوقتي ان السنتيمتر ده تايم 10، اهو تايم 10 باور نيجاتيف 2. طب انت عندك السنتيمتر ليه باور ولا ملوش؟ ليه باور، يبقى خلي التايمز دي ليها باور 2. تبقى سهله جدا، وعن طريق لا القلم انت بتخلص الموضوع ده. ده بالنسبه للاريا. يبقى اليونت بتاعت الاريا المفروض هتبقى متر باور 2، اهي متر باور 2. خلاص؟ طب الفوليوم سنتيمتر باور 3، سنتيمتر باور 3. طب الحل ايه؟ اعمل تايم 10، اهو تايم 10 باور نيجاتيف 2. طب وهي باور 3 اعملها فوق كده باور 3، تبقى هتتحول الى متر باور 3. ده بالنسبه لاي نوع من انواع اللينز او الاريا او الفوليوم. طيب لما نيجي نتنقل بقى لوحدات اقل من السنتيمتر، اللي هي ايه؟ اللي هي المليمتر، اللي هي المليمتر. طب المعنى المليمتر عندي لما نشيل ده كده، اي مليمتر بتتكتب ازاي؟ M دوت M ملي متر. اعمل فيها ايه؟ هعمل هنا تايمز 10 باور نيجاتيف 3 واحولها كده الى المتر. يبقى اي يونت غير المتر بالنسبه لللينز، بالنسبه لللينز لو سنتيمتر اعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 2
لو مليمتر اعمل 10 تايمز تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان احولها للمتر. طب واحد يقول لي طب والاريا عندي لما كانت بالسنتيمتر باور 2 عملت تايمز 10 باور نيجاتيف 2. طب ما هي اصلا سنتيمتر باور 2، يبقى اعمل براكت كده واعمل فوق ايه نيجاتيف 2 او باور 2، يبقى 10 بضرب 10 تايمز 10 نيجاتيف 2 براكت باور 2. ده بالنسبه للاريا. بالنسبه للفوليوم، بالنسبه للفوليوم سنتيمتر باور 3 هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 2 براكت 3. تمام كده. لما نيجي بقى المتر، مليمتر، يبقى كل ما هو اسمه مليمتر هنا ده اعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طب لو مليمتر زي الاريا كده مليمتر باور 2 اعمل ايه؟ هعمل تايمز 10 كده اهو نيجاتيف 3 وافتح براكت كده وادي الباور بتاع اللي فوق اللي هو ده اللي هو ده اهو. ده بالنسبه للمليمتر باور 2. طب المليمتر باور 3 اللي هو الفوليوم، يعني اليونت بتاعت الفوليوم، اعمل ايه؟ هقول تايمز 10 اهو تايمز 10 باور نيجاتيف 3 وافتح براكت كده واعملها باور 3 تدينا على طول متر. وهنا متر باور 2 ودي يعني دي للاريا ودي للفوليوم. ده بالنسبه للمليمتر. طب في اصغر من المليمتر؟ اه مايكرو. يبقى احنا هنشتغل دلوقتي على المايكرو. المايكرو هنا هتبقى ام كابيتال ام كابيتال تايمز ام اس اهو ام دي المايكرو. الام كابيتال ده رمز المايكرو والام دي هي رمز الميتر. يبقى مايكرو ميتر اعمل ايه؟ هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 6 عشان احولها لمين؟ للميتر. يبقى مايكرو ميتر. طب اللي فاتت كانت ايه؟ كانت ام سمول. يبقى الملي ام سمول، لكن المايكرو ام كابيتال ام دوت ام سمول. يبقى في الحاله دي هقول مايكروميتر مايكروميتر عشان احول المايكروميتر الى المتر. اعمل ايه؟ هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 6. نفس الكلام لو كان عندي مايكروميتر باور 2 بالنسبه للاريا اعمل ايه؟ هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 6 اهي وافتح براكت كده واعملها باور 2. هتديني هنا اوتوماتيك ام باور 2 اللي هي اليونت بتاعت مين؟ بتاعت الاريا. هنا ام باور 3 مايكرو ميتر باور 3 وده للفوليوم. هعمل ايه؟ هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 6 وافتح براكت كده باور 3 وده هنا هيديني ميتر باور 3. ده لمين بقى هنا؟ ده للفوليوم. ده لمين؟ للفوليوم. اي حاجة تانية هتلاقي في حاجة اسمها الانجستروم. ادي الميكروميتر تايمز 10 باور 2 وادي النانو النانوميتر او النانو يونت. هعمل ايه؟ اي نانو كده اهو ان كده متر اهو ان سمول ام. هعمل ايه؟ هعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 9 وتديني ام. تقول لي ده هو كاتب هنا ملي يونت مايكرو يونت نانو يونت. اه ما اخذنا بدلها ايه؟ ام متر لللينس وللاريا وللفوليوم. طب لو انا استبدلت هنا الام دي استبدلتها بجي هيبقى معناها ايه؟ هيبقى ام جي يعني مايكرو جرام مايكرو جرام. طب هعمل ايه؟ هحولها او هعمل تايم ستيل باور نيجاتيف 6 عشان تبقى كيلو جرام. يبقى انا حولت من الجرام للكيلو جرام.
حولت من المايكرو جرام باور 2 الى الكيلو جرام باور 2 وهكذا. يبقى اذن هنا مايكرو او ملي يونت بعمل تايم ستيم عشان يديني اليونت نفسه. مايكرو يونت تايم ستيم باور 6 عشان يديني اليونت نفسه. نانو يونت بعمل تايم ستيم باور 9 عشان يديني اليونت نفسه. هنا بقى لما يجي طب اداني اليونت بتاعتي اعلى شويه. احنا اخذنا الاصغر. طب لو اداني يونت اعلى شويه زي ايه؟ زي الكيلو. الكيلومتر. هعمل ايه؟ تايم ستيل باور 3. يبقى لو اداني اللينز عندي. اللينز عندي لو ادهاني بالكيلو متر اعمل ايه؟ احولها الى المتر. طب احولها ازاي؟ هعمل تايم ستيل باور 3 مش نيجاتيف 3 خلي بالك. باور 3. خلاص. طب لو اداني الفلوستي الفلوستي بالكيلومتر بير هاورز يبقى لازم احول الكيلومتر الى المتر والهاورز احوله الى السكن. نفس الكلام بالنسبه للطيب. لو قال لي ملي سكند مايكرو سكند نانو سكند كل الكلام ده لازم نحوله لليونت اللي عندي. هنا بقى في وحدات تانية أحلى شوية بس دي قليل الاستخدام بتاعها وهي الميجا يونت. الميجا يونت ودي قليل أول الاستخدام بتاعها بس بناخد بالنا منها عشان لو برضو تعرضنا ليها نقدر ان احنا نكون فاهمينها. ميجا يونت بعمل تايم ستين باور 6 ده بالنسبة لليونت. هنا عندي الجيجا بعمل تايم ستين باور 9. كل ده في بقى الوحده الاخيره اللي احنا هنتكلم فيها دي وهي وحده الانجسترو ودي وحده صغيره جدا 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 تكاد تكون معدومه يعني لكن لو اتعرضنا ليها او ظهرت عندي في اي سؤال او مساله او حاجه هعمل تايم ستيب باور نيجاتيف 10 عشان اقول انجسترو والانجسترو هنا بتبقى معموله كده علامه كده وعليها دي كده بنسميها انجستروم. طب الانجستروم ده بعمل تايم ستين باور نيجاتيف 10 عشان احولها للميتر. احولها لايه؟ للميتر. ودي قليل الاستخدام لكن هو برضو ممكن نتعرض ليها في وقت من الاوقات. خلاص؟ هنا بقى الجرام. سبق قلنا ان الجرام عندي ده يونت بتاع الماس. الجي دي مش الجرافيتي بتاعت الارث اللي هنشوفها بعد كده ولكن دي جرام. اي جرام بعمل تايم ستين باور نيجاتيف 3 عشان احولها الى الكيلو جرام. طب لو ادهاني طن اعمل تايم ستين باور 3 عشان تديني كيلو جرام. يبقى اذن الوحدات اللي عندي زي ما قلت قبل كده لازم تكون ثوابت عندي في دماغي. لازم اكون فاهمها كويس قوي ان اي لينز بمفرداته اي لينز بمفرداته يعني اللينز والويتس والهايت والديستنس والديسبليسمنت والسينك كل دي لازم اليونت بتاعته تبقى بالمتر. اي ماس لازم تبقى اليونت عندي بالكيلوغرام. اي تايم يبقى لازم اليونت عندي تبقى بالسكن. غير كده ممكن يحصل خطأ. ممكن ما توصلش للحل الناتج وانت عندك الاسئلة فيها نواتج. فبالتالي ممكن تشتغل في المسألة وتحل المسألة وتفاجأ ان الناتج اللي عندك ما هوش موجود في الاختيارات اللي قدامك. طب السبب ايه بقى هنا؟ الخطأ فين هنا؟ الخطأ في اليونت اللي عندك. فلازم ناخد بالنا من اليونتات اللي عندنا. ايه هي اليونت دي؟ قلنا اللينز كله بالمتر، الماس بالكيلوغرام، التايم بالسكند، الفلوستي بمتر بير سكند، الاكسلريشن بمتر بير سكند باور 2 وهكذا. خلاص؟ نيجي بقى نتنقل لجزء ثاني. هنا بقى هتنقل الى
السبيد والفلوستي الاثنين بمعنى واحد، بس الفرق ان السبيد احنا قلنا دلوقتي في سكيلر وفيكتور، سكيلر وفيكتور، الفرق بين الاثنين في السكيلر والفيكتور قلت الدايركشن. قلت ايه الدايركشن؟ يعني ايه الدايركشن؟ يعني الاثنين ليهم ماجنيتيود، السكيلر ليها ماجنيتيود والفيكتور ليها ماجنيتيود، بس الفيكتور تزيد ايه بقى هنا؟ تزيد ان الماجنيتيود اند دايركشن. طيب لما نيجي نتكلم على السبيد، ماشي، عبارة عن ايه؟ تز ديستانس بقى، تز ديستانس، او ممكن اقول ان الفي هنا الفي ايكوال ممكن اختصر it is the rate of change of distance. طب يعني معنى كده ان الديستانس اصلا سكيلر يبقى سكيلر، والتايم عند سكيلر يبقى سكيلر ديفايدد سكيلر يديني ايه؟ اس اي، يبقى دي السبيد عند سكيلر. طب سكيلر ليه؟ لانها ديبندد اون ديستانس، it is the rate of change of ايه؟ distance، it is the rate of change of distance، يعني ريشيو ما بين الديستانس والتايم. والديستانس عندي سكيلر والتايم سكيلر، يقبل الفلوس هنا اللي هي اسمها ايه بقى؟ اسمها سبيد. طب لما اجي اتكلم على النوع الثاني فلوستي، لما اجي اقول ان الفلوستي هنا ايه، نبص نلاقي ديسبليسمنت، ات از ذا ديسبليسمنت، يبقى ات از ذا ريت اوف تشينج اوف ديسبليسمنت، ات از ذا ريت of change of displacement، يعني ال V equal delta X divided delta T. طب ما هي الريليشن واحد، ما هي الريليشن واحد، ما قلناش حاجه، الايكويشن واحد، بس الفرق هنا ايه؟ ان الاكس هنا بتعبر عن مين؟ عن الديسبليسمنت. طب وهناك كان بتعبر عن مين؟ كان بتعبر عن مين؟ كان بتعبر عن الديستانس. يبقى الفرق هنا ما بين الديستانس والديسبليسمنت، الديستانس هنا قلنا ايه؟ سكيلر. طب والديسبليسمنت فيكتور، يبقى هنا بنقول ان الديستانس يبقى السبيد دي سكيلر فيزيكال كوانتيتي، بينما الفيلوسيتي يبقى ديسبليسمنت، يبقى هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها فيكتور فيزيكال كوانتيتي، لكن الاثنين متر بير سكند، متر بير سكند او متر سكند نيجاتيف 1. نيجاتيف 1، يا اما نقول متر بير سكند يا اما نقول متر سكند نيجاتيف 1، هي ده بالنسبه لمين بقى؟ للسبيد والفلوستي. بعد كده نتنقل على الجزء الثاني وهو الاكسلريشن. الاكسلريشن دي فيها كذا نوع، ممكن نقول عليها ايه وممكن نقول عليها جي وممكن نقول عليها اي سي. الفرق بين الثلاثه، حرف الاي ده عبارة عن ايه؟ It is the rate of change of velocity. تاني كده، It is the rate، اهي ال A equal It is the rate of change of velocity، يعني معنى كده ان الاكسلريشن دي يعني البادي اللي بتتحرك على الهوريزونتال بلين الفلوستي بتاعتها بتتغير، فطالما حصل جنج في الفلوستي يبقى لازم يحصل لها او يبقى لها اكسلريشن خاصه بها هي. يبقى اي جسم اي بادي بيحصل له موشن على الهوريزونتال بلين يبقى والفلوستي بتاعته بتتغير، يبقى معناها ان ليها اكسلريشن خاصه بيه هو. بتيجي منين الاكسلريشن دي؟ الاي ايكوال دلتا في اللي هو الجنج في الفلوستي ديفايدد التايم. طب وهنا بقول اليونت متر بير سكند باور 2 او متر سكند نيجاتيف 2،
اي تغيير في دول لازم يعمل له تعديل. يعني لو كانت دي سنتيمتر تعدلها، طب لو كانت مليمتر تعدلها، طب ولو بير ملي سكند تعدلها او منت تعدلها وهكذا. يبقى لازم اليونت اللي عندي تكون معتمدة الاعتماد اللي هو ايه؟ اللي هو على المتريك سيستم او الانترناشنال يونت. طب لما نيجي للجرافيتي الجي والجرافيتي دي بتاعت الارث، طب دي بتخص مين؟ الجرافيتي بتخص كل الاجسام اللي بتتحرك فيرتيكالي، ولذلك بقول ان الجي الجرافيتي بتاعت الارث يا اما 9.8 متر بير سكند باور 2 يا اما 10 متر بير سكند باور 2. يا اما الجي هنا هو بيديني في المساله بيقول لي اعتبر ان الجي 9.8 او 10 على حسب، لان ده كونستنت للارث نفسها والجرافيتي دي بتاثر على الاول بادي اللي بيتحرك هوريزونتال بليت الفيرتيكال بتتحرك فيرتيكالي، فهنا 9.8 او 10 بس اليونت واحده لانها كونستنت، اليونت واحده لكل الايه للجرافيتي. اما بالنسبه للاي سي ديسنتريبتيكال اكسلريشن، خد بالك بقى معايا هنا، احنا اتكلمنا على البادي اللي بيتحرك على الهوريزونتال اللي بيحصل موشن على الهوريزونتال بليد، ليه جينج في الفيلوسيتي، يبقى طالما ليه جينج في الفيلوسيتي يبقى ليه اكسلريشن خاصه بيه اللي هي دلتا في ديفايدد دلتا تي. اما الجرافيتي الارث بتاثر على كل الاجسام اللي بتتحرك فيرتيكالي بالفاليو دي اللي هي كام؟ 9.8 او 10 متر بير سكند باور 2. طب الحكايه دي بقى ايه؟ سنتريبتيكال اكسلريشن دي لمين بقى؟ للاجسام اللي بتتحرك في السيركيولر موشن، سيركيولر ايه؟ موشن. طب تتحرك دي على في ريدياس هنا ار، او بتتحرك في سيركيولر موشن، سيركيولر موشن دي يبقى ليه سنتر وليه ريدياس، يبقى من هنا بقول ان الاي سي ايكوال في باور 2 ديفايدد الار. بس الفي اللي هي الفلوستي والفلوستي كونستنت، يعني كل الاجسام اللي بتتحرك في السيركيولر موشن دي الفلوستي بتاعته بتبقى كونستنت. ليه؟ لانه بيتحرك على الريدس والريدس كونستنت، يبقى الاكسلريشن هنا خاصه بيه هو برضه، خاصه بيه هو زي الساتلايت والحاجات دي كلها، يبقى الاي سي هنا دي اكسلريشن، يبقى كل الاكسلريشن اللي عندي في 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 المنهج كله او في الحياه كلها هي ثلاثه، يا ايه يا جي يا اي سي، يا ايه يا جي يا اي سي. لو اتكلمت عن الايه يبقى اقصد بيها ان دي بتعتبر الاكسلريشن للبادي اللي بيتحرك على الهوريزونتال بلين باي ديفرنس في الفيلوسيتي، وبالتالي يبقى ليه اكسلريشن خاصه بيه هو. طيب لو اتكلمت عن الجي، والجي هنا جرافيتي، والجرافيتي بتاعت الارث، والجرافيتي بتاعت الارث والارث هنا الجرافيتي بتاعته كونستنت، يا اما يقول لي 9.8 يا اما يقول لي 10 وبرضه اليونت واحده اللي هي متر بير سكند، واي تغيير لازم نرجع للاصل اللي عندي. والسنتريبتال اكسلريشن اللي هي اي سي دي بنقول عليها في باور 2 ديفايدد الار. ده بالنسبه للايه للاكسلريشن. نيجي نتنقل بعد كده ليه الفورس، الفورس رمزها اف، واحنا اخذناها قبل كده من شويه كده قلنا اليونت بتاعته نيوتن او كيلو جرام متر بير سكند باور 2، يا اما نيوتن يا اما كيلو جرام
متر بير سكند باور تو. طيب الفورس دي كم نوع؟ هنا عندي V أو F equal MA يعني ماس تايمز الاكسلريشن. وطالما انا بتكلم من شويه قلت ان الاكسلريشن دي اللي هي بتعتبر للبادي اللي بيتحرك على الهوريزونتال بلين، يبقى معنى كده ان الفورس دي بتاعه الموشن بتاعته، يبقى ام الماس بتاعه البادي تايمز الاكسلريشن الخاصه بيه، وبالتالي تبقى دي فورس. الفورس هنا بتاعه البادي اللي بيتحرك عليه. طيب لما اجي اتكلم بقى على النوع الثاني وهو اف جي، احنا خدنا جي قبل كده ولا ما خدناش؟ خدنا جي قبل كده اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الجرافيتي. طب لما انا اعمل تايمز ام تايمز جي هيديني مين؟ هيديني اف جي اللي هي الويد بتاعت البطن. الويد بتاعت البطن. يبقى الام جي هي الويد، ما هي فرصه. واليونت برضو هي نفس الكلام، يبقى ام جي ده الويد بتاع ايه؟ بتاع البض اللي هو فيرتيكالي. طب والاف هنا هوريزونتال. طب والثالثه بقى هنا اف سي. اف سي يعني ايه؟ يعني دي بنقول عليها سنتريبتيكال اكس فورس. سنتريبتيكال فورس يعني ايه؟ يعني ام AC. طب انا لسه واخد دلوقتي وشايف وكاتب ان الـ ACM اللي هي V باور 2 ديفايدت الـ R. يبقى معنى كده ان انا بقول M تايمز الـ AC دي بتمثل الفورس اللي acting on the body بيحصل له موشن في السيركيولر اللي عندي، اللي هي سيركيولر موشن. هم دول الفورس اللي عندي؟ لا، ده عندي تاني. عندي حاجة اسمها الابسرس فورس، اهي ودي تخص الاجسام اللي هي بتتحرك في المايه زي المراكب، او الاف تنشن، ودي فورس تنشن. فورس التنشن اللي هي بتاعت قوة الشد اللي هي اللي بتعلق بها الاجسام. طب عندي قوة فورس تاني اف بي، ودي ماجنتيك فورس. والماجنتيك فورس هنا عبارة عن البي اي ال. طب ممكن نسوي ممكن نسوي اي فرصة من دول، يعني ممكن نسوي دي بدي. يبقى هقول ان الام جي ايكوال الاف تي اهي. يبقى لو انا عندي بادي بالشكل ده، لو انا ربطته بحبل كده او بخيط او فوق، يبقى هنا في فورس تنشن. طب وهو ليه ايه؟ ليه ويت؟ طالما متعلق يبقى الايكوال الاثنين ايكوال هنا، يبقى الفورس تنشن هي ايكوال للويد. طب ما هو ممكن اساوي دول بدول اهو، يبقى الام جي مع الماجنتيك فورس. الام جي مع الماجنتيك فورس بنفس الكيفيه، ان انا بجيب البادي هنا وبدل ما اعلقه فوق هخلي فيه ماجنتيك فيلد هنا هيشد لي الرود ده فوق وهو الويد تحت، يبقى الاثنين ايكوال. ونركز في دي لان دي مطلوبه ان شاء الله تاخد بالنا منها كويس قوي. خلاص. اما السنتريكال فورس هنا فهي الام في باور 2 ديفايدد الار، دي تخص الاجسام اللي هي ساتلايت ودي بعيد عننا. وده بالنسبه للفورس اللي عندي اللي احنا هنتكلم فيها بعدين. خلاص. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل بعد كده. انا عندي الجزء الثاني المفروض ان انا هتكلم فيه اللي هو الانرجي. والانرجي عندي كذا نوع، اهم نوع عندي الكاينتيك انرجي.
اللي هي عبارة عن half mv power 3 half mv power 2 وناخد بالنا من half mv يعني الام هنا ماس الام دي ماس والفي دي velocity square velocity الام ماس للبادي والفي الفلوسي يبقى half mv power 2 half mv power 2 ده مين بقى هنا الكاينيتيك انرجي اليونت عندي قلنا قبل كده ان الانرجي هي جول او نيوتن تايمز المتر نيوتن تايمز المتر او كيلو جرام متر باور 2 سكند باور 2 المطلوب يا حضرات ان انتوا تعملوا ورقه خاصه بيكم كده باليونتات بتاعتكم اللي انتوا هتاخدوها ولازم تكون حافظ اليونتات او تبقى عارف اليونتات لو استخدمتها كتير بالتكرار هتلاقي نفسك مش هنقول نحفظها بقى لا انت لو استخدمتها باستمرار هتلاقي نفسك انت حليتها وحفظتها او اتعودت عليها وبقت العمليه بالنسبه لك اليه بس مهم جدا ناخد بالنا من الوحدات دي ومهم جدا ان احنا نركز فيها ومهم جدا ان احنا نستوعب ونفهم اللي احنا بنقوله ايه النهارده احنا خلصنا الريفيجن بتاع سنه اولى ان شاء الله الحصه اللي جايه في نفس الميعاد هنعمل ريفيجن لمنهج سنه ثانيه برضو الاجزاء اللي في سنه ثانيه بثانوي اللي انت اللي هي هتخدمك بالنسبه لثالثه ثانوي الحصه الثالثه هتبقى جراف ودي حصه هتبقى في غايه الاهميه لان في الامتحان بيجي لك سؤال او اكتر من الجراف لازم نعرف ازاي الجراف بيتحل ازاي الجراف بنتحرك فيه ازاي بنعمل الاكويشن والجراف يعني فيه شغل كتير فدي هنخليها لاخر حصه من الحصص بتاعه الريفيجن اللي عندي بس الحصه الجايه ان شاء الله هنتكلم في السنه الثانيه منهج سنه ثانيه نعمل ريفيجن زي ما عملنا منهج سنه اولى الحصه الثالثه هنعمل جراف وبعد كده ان شاء الله نبدا في الكورس الجديد والعام الدراسي الجديد وربنا يجعله عام سعيد عليكم جميعا ان شاء الله وتكون الفيزياء بالنسبه لكم ماده كويسه وماده سهله وتقدروا تتحركوا فيها وتقدروا تحققوا فيها اللي انتوا عايزينه بعيد عن الكلام اللي بيحصل والتعقيدات والكلام ده كله السلام عليكم ورحمه الله